أهميته موقعه وطوله عناصر لم تعد مهمة الآن بعد أن بات العبور غير آمن على جسر آيل للسقوط. جسر الصين بمدينة زنجبار في محافظة أبيان يمثل الطريق الدولي الوحيد للنقل، لكنه بات مؤخراً مهدداً بالانهيار على الرغم من أنه يمثل خط سير لكل شيء، السيارات والبشر والدراجات وحتى هذه، إلا أنه لم يلاقي أي اهتمام أو ترميم. وإذا دمر الجسر هذا سوف يتأثر تأثير غير عادي. بداية الحرب تعرض الجسر لقصف طيران التحالف العربي، ومن قبله هزته عملية إرهابية بتفجير سيارة مفخخة بالقرب منه. بالإضافة إلى هذه الحوادث وغيرها، ترك الجسر مهملا منذ إنشائه ليبدأ بالتآكل. هذا شريان الحياة، ما فيش طريق إلا هو هذا الطريق، يعني مهمل، ما فيش عين المحافظة، ما فيش عين نهتم فيه بيبات المي، ولا زي ما تشافي لا طريق أولى من الترقيع، من الترقيع ولما طلع فوق يهتز. لا إرشادات تحذيرية للسلامة لنظام السير هنا. هكذا ترك الجسر والعابرون لمواجهة مصيرهم المحتوم بكارثة وشيكة إن لم يجري صيانته عاجلاً. فهل يغير شيئاً إطلاق مثل هذا التحذير الآن؟ لننتظر ونرى.